حديثنا لن يطول، هم الجبال بات ثقيلا على الرجال، وأصبح المرء قلبه منطفئا من كثرة ضنك الأيام. وقليل منا من يفهم تلك المعاني، ولكن أكثرنا يعيشها ليل نهار. أهلا بكم في بودكاست الزيتونة، حلقة جديدة. يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه ولأمته: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ إن الله عز وجل حرم النار على مثل هذا الجنس من الناس. يراد بالزواج في الشرع بأنه عقد يربط رجلا بالمرأة بقصد استمتاع كل منهما بالآخر وإنشاء أسرة مسلمة ومجتمع سليم، وبالتالي فإنه لا يقتصر على مجرد امتاع الزوجين، بل له أهداف عظيمة كتأسيس نواة أسرة مسلمة والمساهمة في إنشاء مجتمع قوي. مجتمعنا العربي النهاردة بيعيش حالة من الجهل الغير طبيعية بحاجات كتير. خد عندك جهل بالصحة والتعليم، وجهل في العلوم، وجهل في الدين. الجوهرة الحقيقية لعمر الإنسان حقيقة ما بين 20 سنة إلى 40 فرصة لك، إن طلبت فيها العلم طفرت بخير عظيم، لأنه عند 40 تكثر المشاغل، يكثر الأولاد، مشاكل أسرتك، يعني ينشغل الإنسان بأمور أخرى. فإذا لم يؤصل نفسه هنا بعد 40، ولو كان بعد 40 بإمكانه أن يطلب العلم، لكن نقول الجوهرة الحقيقية لمن أراد أن يكون متمكنا في العلم ما بين 20-40، والموفق من وفق. وده طبيعي أنه في نهاية المطاف ده يكون شكل المجتمع عبارة عن غرفة ملوثة ما فيهاش أي بنيان نظيف إلا البعض منه. وعلى هذا الأساس نبدأ نقيس ليه المجتمع بينظر للجواز على أنه شيء غرضه إشباع الجسد، وده معظم فكر الشباب حاليا. أصبح الهدف من الجواز أنه فقط للممارسات الجنسية، مش بقول أنه ده غلط، ولكن أنه ده يكون فكر مجتمع كامل هنا بحد ذاته غلط. الهدف من الجواز هو إقامة مجتمع سوي على الفطرة. عدم التركيز على النقطة دي بالتحديد أدت إلى خروج جيل من القرن 20 إلى يومنا جيل هش جدا لا يرى من الزواج إلا هذا الشيء. وبالتالي لما النوعية دي من الناس توصل للغاية دي من الجواز، يبدأ كل شيء يظهر بشكل واضح، سواء أفكار الطرفين ومعتقداتهم. طيب ما هو الكلام ده لو ركزنا عليه من بداية تأسيس نظام الجواز ما كانش وصل بينا الأمر إلى الطلاق، واللي هو بيجي بسبب عدم تفاهم اللي كان سببه النظرة الحيوانية إلى الطرفين. فتخيل مجتمع كامل بنفس الاسلوب والمنطق ده، طبيعي جدا جدا انه يخرج علينا مجتمع مليان جهل وتخلف بشكل غير طبيعي. فخرج علينا جيل مادي بشكل مرعب، جيل همه فقط الفلوس والشهرة، وكأنه لا وجود للموت او للآخرة. فنبدأ نبعد عن الدين لدرجة ان الدين اختفى نسبيا، ما بقاش فيه غير اسمه صوت الاذان فقط. والأمة بحاجة الى امثالكم فيما يستقبل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وعند البخاري حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا. رؤوس الآن في رؤوس، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، يا ليتهم لما سئلوا صمتوا. لا، يقول نحن رؤوس، رأسوهم الناس جعلهم رؤساء، تصدروا في المجالس وفي وسائل التواصل. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. انظر، لكن لو أفتوا بعلم لا إشكال، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا فيما يخص أنفسهم وأضلوا غيرهم. وعلى هذا المنوال نرى الفتن اللي أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. تخيل من المجتمع ده هي الأسرة اللي الشاب بيبقى رايح يتقدم لبنتهم، عقلية مبنية على المادية، لا وجود للدين ولا للأخلاق. فيبدأ النقاش مع الشاب بسؤال المعروف: وانت شغال ايه؟ ومرتبك كام؟ او القايمة بشيل فلاني. أسأل عن أخلاق ولا دين، نظرة مادية صرف. وده بيؤدي زي ما قلنا في البداية إذ حصل إلى صدام في العلاقة فيؤدي إلى الطلاق. فنبدأ نقول إنه منظومة الجواز كلها بشكل أو بآخر مش كويسة، والجواز ده نكد. فتبدأ الناس تدور على العاطفة والرومانسية الزائفة برا البيت، وللأسف الشديد بيحصل قدام عينيك، وهي المساكنة أو الصداقات أو المعارف بحجة الشغل وغيره. بيبقى فيه تعدي الحدود ما بين الزملاء وبعضهم، وده بحد ذاته كارثة على المجتمع.
ولو فضلنا على الوتير ده هنوصل للغرب وهنبقى أبشع منهم في الطريق ده. والله بعض الناس الآن جوه مثلا وخطبوا بنته مثلا وعطى مهر شوي مرتفع، فالمتقدم يقول ما عندي قدرة، فيروح الواحد يشفع له، يقول عند فلان قريب إن شاء الله، يروح يشفع له يقول إن شاء الله 80-70 مثلا، أو ينزل مثلا مسألة بيع وشراء، واحد عرض سيارته ووضع لها السعر مثلي أنا مثلا ما يتحمله، رحت أشفع فيقول فلان لا اطمئن بينزل إن شاء الله. هذا معنى القريب. قال هين سهل، واللفظ الآخر لين قريب سهل، والهين السكينة والوقار، الهين هي السكينة والوقار. علم موضوعة الجواز كلها الرجوع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل كلي، من بداية دخول الشاب بيت الأسرة إلى مرحلة كتب الكتاب. المرحلة ده هيكون فيه ضوابط شرعية بتضع حدود للطرفين إنهم يتعاملوا بكل احترام علشان يفهموا بعض، ويعرف كل واحد فيهم أهداف الثاني واهتماماته وكل الكلام ده بدون تدخل من المشاعر، لأنه ساعتها العقل هو اللي هيكون بيوزن العلاقة، ومن هنا نسبة إن المشاكل تحصل هتقل تقريبا إلى 90%، لأنكم اتجوزتم نفس الشخص اللي كنتم شايفينه مناسب ليكم بدون عمل حب ورومانسية. أيضا مرحلة الرجوع للشريعة والاحتكام بها هيكون فيه خوف من ربنا سبحانه وتعالى، فهيربي عندنا إن كل واحد فينا هيحاول يرضي التاني لرضا الله عز وجل، ومن هنا تتحول منظومة الجواز من مجرد علاقة ما بين الطرفين إلى طريق الوصول لرضا الله عز وجل وطريق دخول الجنة، بل هذا هو المراد. أحد الصالحين كان بيقول كلما غضبت زوجتي علمت أن غضبها بسبب ذنب ارتكبته، فكنت أذهب أتوضأ وأصلي. من أسباب المشاكل الزوجية هو عدم فهم هذا الإطار أساسا، فتبدأ المشاكل واللوم وإخراج الطاقة السلبية على كلا الطرفين. أولا سأتطرق إلى الشاب. اعلم يرحمك الله أنك وضعت فيك القوامة ليست لعضلات جسمك ولا لمكانتك، ولكن لتوازن عقلك وحكمتك. كذا وضع الله لك القوامة، لأن النساء مائلات إلى العاطفة وغيرها من الأمور، وعلى هذا المنوال وجب عليك أن تتكلم مع زوجتك برداء الحكمة والتوازن. عيب عليك أن تكون رجلا متزنا وتحرك كيانك بعض الكلمات منها، هنا تصبح خارج القوامة ولست أهلا لها. الأمر الأخير وصية النبي صلى الله عليه وسلم لك، ضع نصاب عينك أنك قد جاءتك وصية عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، من رسول الله وخاتم المرسلين إليك، أوصاك سيدك النبي بوصية مفادها استوصوا بالنساء خيرا، نوصيك على زوجتك ألا تكسر قلبها أو أن تنغص عيشها. ضع هذه الكلمات نصاب عينك أو في برواز في بيتك، كلما دعتك نفسك للنيل منها تنظر إلى هذا البرواز فتخجل على نفسك، وتتذكر أنك ستقف يوما في الجنة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقد يسألك أطبقت وصيتي هذا، فيتساقط لحم وجهك من خجلك أمام النبي. فلتكن كهذا، بل كن كالذي سيكون يوما في أرض المحشر يقول هاهم اقرأوا كتابي من شدة الفرح. مشكلة هذا المجتمع أنه لم يفهم إلى يومنا هذا وصية سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، ولم تفهم النساء أن طاعة الزوج تدخلها الجنة من أي باب شاءت، وأنت يا أختاه طاعة زوجك تدخلك الجنة من أي باب شئت، أليس هذا هو المنتهى؟ أليس هذه هي الغاية؟ فأنتن غير مبلغات بجهاد أو غيره، أما أنت كزوجة صالحة تطيع زوجها وربها تدخل الجنة. وبس كده، أشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست الزيتونة، متنسوش تشاركوا الحلقة فالدال على الخير كفاعله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.